سيدتي آنستي سادتي، يسعدنا أن نقدم لكم برنامج رمضان لهذه السنة على قنواتنا الفضائية. في تمام الساعة 6:30 مساء تلتقون مع رسوم متحركة بعنوان لوث أفكار أبنائك. في تمام الساعة 8:30 تلتقون مع مسلسل انسى التراويح. في تمام الساعة 10 تلتقون مع مسلسل لا يوجد عندك وقت لتقرأ القرآن. أما في تمام الساعة 1:30 صباحا تلتقون مع المسلسل المتميز اتسحر ورقد وقابلني لو صليت الفجر، ويكون موعدنا طبعا مع المسلسل الذي تذيعه أكثر من 100 قناة عربية. مبروك عليك، رمضان فاتك. مع الأسف هذا أعلامنا وهذا واقعنا، والسؤال المطروح: ماذا يريد الله منا وماذا تريد منا هذه القنوات؟ الجواب في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لقد أخذت هذه القنوات على عاتقها مهمة إفساد أخلاق المسلمين ونشر الرذيلة سواء في المعتقد أو السلوك، فينقلب شهر رمضان من شهر صيام ورحمة ومغفرة وعتق من النار إلى شهر برامج طبخ وفوازير ومسابقات ومسلسلات تجلب الذنوب وتزيد السيئات وتبعد المسلم عن ربه. وإلا فما الحكمة من كثرة المسابقات والمسلسلات في رمضان بالذات؟ أما الرجال فحدث ولا حرج، تجدهم عاكفون في المقاهي حتى الصباح، دخان وشيشة، لعب ورق، حيث يكثر الكلام الفاحش والغفلة عن ذكر الله. فهل هكذا كان حال السلف؟ وهل هذا هو المقصد الصحيح من شهر رمضان؟ قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فيا مستكثر رمضان أياما معدودات، يا مستثقل الصيام لطول النهار وحره أياما معدودات، يا من أتعبك قيام الليل أياما معدودات، يا من اشتد عليه الظمأ أياما معدودات، يا مستثقل القرآن والذكر أياما معدودات. فدع عنك سوق البطالين، ودع عنك معسكر العاطلين، دع عنك الذين اتبعوا هواهم وكان أمرهم فرطا. لازم الصالحين وأقبل إلى ربك تبارك وتعالى، أقبل إليه بالدعاء وأقبل إليه بالصلاة وأقبل إليه بقراءة القرآن، واعلم أن لله عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فهل أعتقنا الله أم لازلنا على قائمة الانتظار؟ جعلنا الله وإياكم من العتقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.